التاسع عشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هنا مرسول بارك، صعبة للغاية. اليوم هذا المدرب ميغير الروسو الأرجنتيني، ست مباريات لهذا الرجل مع نادي النصر، ست انتصارات. القادم الجديد الذي ينتظره كل النصراويين جوناثان رودريغيز، هذه التشكيلة لميشيل ميغيل روسو. على الطرف الآخر فارس الشمال القادم تراجع من البداية، واضح سييرا ونوايا مع البداية. شوف جمال حاول يمر، مر من الأول، حاول يمر من الثاني، والتغطية عليه، التغطية عليه بشكل رائع. يحاول يمر تاليسكا، يغير الاتجاه، تغيير رائع، تغيير رائع. لمسة جميلة منصور حاول فيها، يتقدم الآن الغنام، لمسة تاليسكا، حاول أمام الجول، أمام الجول، الله الله الله، مساء النصر أجمل مواعيد، مساء العالمي أجمل مواعيد. الطريقة برازيلية مع فارس نجد، يكتب المجد مع فارس نجد. الله على اللمسة وعلى التفاهم وعلى النقلة، الله يا غنام، الله على تاليسكا، واحدة ثنتين ثلاثة، واحدة من أجمل الأهداف. اتفقت على بطاقة الدوري وهي الأهم حتى على مستوى الهدافين موسونا، لكن شوف أنسيلمو خطف الكرة، تقدم، لعبة للأمام خطيرة، والعرضية والتغطية الدفاعية عدتهم مشتركة. تاليسكا يقول يعجبني أيمن يحيى، يعجبني خالد الغنام، يعجبني سامي النجعي، الأسماء هذه تعجبني. هذا هو تاليسكا اللي قلت تمنيت أن أكون فنانا. ما أنت فنان على الإطلاق. محاولة ولمسة من منصور، هذه خطيرة أمام المرمى وعدت. مشاكل موجودة، لغة البرازيلي. شوف التغيير الاتجاه بشكل، الله الله على الاستلام، استلام، محاولة بيتي، هيا كرة يكمل، ولكن أيضا جمال بجندوح كمل معاه، ما زال محافظ على كورته. رودريغيز، جوناثان صلح كورته، بيتي مارتينيز فيها لمسة يد، حكم المباراة يعني يرى أنه الأمر غير الأخيرة اللي كان فيها. شوف 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 لعب الكرة، تاج الزاوية الثانية، خلاص خلاص أخذ القرار، وركلة جزاء أمام بيتي مارتينيز، ركلة الجزاء بيتي، جول، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعالم، وضعها بيتي مارتينيز ليعلن لأنصار النصر هنا في ملعب مرسول بارك بأننا قادمون على المنافسة. واحد خلاص اشتد الدوري اليوم في إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس سريعة، يحاول فيها موسونا في الاستلام، يحاول يدخل، مر من الأول، محاولة، مر من الثاني، محاولة، الله الله على أخطر الكرات، الله على موسونا، والله على ردة الفعل من وليد عبد الله. شوف تاليسكا انطلق، راح تاليسكا، مر تاليسكا، مرر تاليسكا، والتغطية عليه بن عبد الكريم، ووصلت سهلة، مر وضغطوا عليه أكثر من لاعب. شوف التقارب لاعبي فريق النصر، شوف الضغط الآن مباشر، الغنام راح سريع، الغنام مهاري، الغنام مر، الغنام من الأول والتغطية عليه، مر الغنام صاحب الهدف الثاني في مباراة اليوم بيتي مارتينيز، والخطأ ملعوبة في الأمام، تحولت هذه خطيرة، ما بالجول، الجول محاولة بالك، غير معقول يا تاليسكا، ما هذا ما هذا ما هذا يا تاليسكا، ضرب كل الفنون، ضرب كل الجمال، ضرب كل الخيال، يا عين عين عيني عليك يا تاليسكا، أنت الأجمل، أنت الأروع، أنت الأحلى، أنت الفن بعينه يا تاليسكا، يا عين عيني عليك، الله 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 على تاليسكا وجماله، الله على فعايل ابن السامبا، يا عيني على هذه اللمسة، هو الأجمل في الدوري على الإطلاق، هو الأمتع في الدوري على الإطلاق يا تاليسكا، ما هذا الجمال، ما هذا الخيال، ما هذه الكلمات يا تاليسكا، خلص الكلام فيك يا تاليسكا، خلص الكلام فيك يا تاليسكا، يا عين عين عيني عليك يا تاليسكا. خمس مباريات عنده الآن مع أهداف اليوم 34 هدف، وأنتم تشاهدون الأجمل، الله 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 الله، من البداية على روعتك يا تاليسكا، يا حين يا حين، الفن كله، خلصت الفن والإبداع كله، طرب يا تاليسكا، إبداع يا تاليسكا، مزاج يا تاليسكا، موسيقى في البوليفارد هنا، وكأنه الآن الغنام بيتي
رابعة تاليسكا طالع حارس المرمى إلى خارج أرضية الملعب. في مباراة اليوم كانت مهيئة بعد كرة تدخل فيها حارس المرمى، يعني هو بدر ما تدخل على المهارة، قاعدة تفرق كثير 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 مع اللاعبين. تاليسكا محاولة تسديدة، الله للتسديد، لكن الزبيدي هو من يسدد التسديدة. جميلة التسديدة، لكن مرة الأول دقيقتين حسب الحكم البرتغالي أرتور دياز. شوط المباراة الأول نصراويا باللون الأصفر هنا في مرسول بارك، وبثلاثة أهداف منصور الشمري حاول من أمام دينار وأخر اللي جمعهم. نتابع الخطأ النصراوي على آخر دقائق شوط المباراة الأول، والعرضية تاليسكا اصطدت مرة إلى خارج أرضية الملعب. ثلاثة النصر، لا شيء الطائي، هذه الحرضية، هذا الاستلام، هذا الاستلام، هذه التمريرة رابع، الله ملعوبة للأمام، زبيدي حولها، محاولة الآن موسونا تسديدة ضعيفة وصلت إلى يد، يعني يكون لاعب مهم أو يكون في خارطة الأندية. واحد من الحكام الآن دياز اليوم اللي من أمامنا، الله على اللمسة، على التمريرة، على العرضية، على الفن، على تاليسكا الجديد مع فريق الطائي، نادي الطائي. بيتي مارتينيز لعبة جميلة، حاول إلى ركلة نجم الطائي في مباراة اليوم. سعيون فتح لنفسه زاوية تسديدة، ولا أنسيلمو هيئ الكرة، تسديدة جميلة من تاليسكا. ونس موري تقدم، ونس مار موري مر من الأول، تاليسكا هيئ كرة في محاولة الآن، محاولة للتسديد، تسديدة الله زبيدي، لن يغامر بالاندفاع زبيدي، كرة ملعوبة للأمام، موسونا طالت من عنده، راحت إلى مشاريفوف، مشروع هدف خامس، لكنه الذي عاد لنا النصر زمان بأمجاده، الهلال وكبرياءه، هذه عودة، هذه عرضية، هذه محاولة بالرأس واصطدت، محاولة داخل منطقة الجزاء، الكرة للأمام طويلة على النجعي، لكن حصلها سامي على الخط، أخذ كرة، مر الكرة في العمق، لص ليهم. نعم أحبتي الكرام متابعينا عبر قنوات SSC الحكم. انتظم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن وصل إلى باريس أمس بعد الأجازة التي حصل عليها عقب فوزه مع المنتخب بلقب كأس العالم. ويستعد ميسي مع PSG للمباراة ضد فريق شاتورو في مسابقة كأس فرنسا يوم الجمعة القادم.